سيادة الرئيس، باسم جماهير العمال نحلم معكم بمعاشات تساوي آخر أجر لمن أفنى حياته وشبابه في العمل حتى يستطيع مواجهة أعباء الحياة. وبتوجيهات سيادتكم تم إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وكذلك التأمين الصحي الشامل الذي يضمن علاج جميع طوائف الشعب. نحلم معكم بربط كل الجامعات التكنولوجية وكليات الهندسة والزراعة والمعاهد ومدارس التعليم الصناعي والزراعي في كل أنحاء الجمهورية بمصانعنا ومشروعاتنا في القطاعين العام والخاص حتى يرتبط التعليم باحتياجات العمل الحقيقية. نحلم معكم بأن يضخ القطاع الخاص أمواله واستثماراته في شرايين الصناعة بعد أن مهدتم لهم الطرق بالبنية التحتية والتشريعات والتسهيلات الغير مسبوقة. وختاما سيادة الرئيس، فإن عمال مصر يشرفهم أن يتقدموا لسيادتكم بكل التقدير والاعتزاز لرؤيتكم السديدة المطابقة لرؤية شعبا أبي يطمح لأن يمضي لمستقبل أفضل وبعزم وثقة، ويتمنى حياة كريمة في ظل قيادة حكيمة وسياسة رشيدة